السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عايز لما تدوس على الزرار يبدأ ينفذ لي أمر معين، فهقول له انبوت وأقول له تايب بوتون، وبعد كده هقول له ان اون كليك، يعني لما حد يدوس على الزرار دوت يبدأ يعمل ايه؟ يبدأ ينفذ لي الأمر اللي أنا عايزه. طيب أنا لسه ما كتبتش أمر دلوقتي، فهاجي هنا وأقول له سكريبت واقفل السكريبت دوت، وهاجي هنا هقول له انا عايز اعرف داله او فانكشن واسميها مثلا بيو، وهكتب هنا بقى اقول له مثلا alert، واقول له مثلا اكتب لي كلمه hello world. طيب لازم بقى اخد اسم الداله ديت واحطه هنا في البوتوم دوت. طيب البوتوم دوت عايز اديله اسم، هقول له value، بتساوي، واروح اديله مثلا ايه كليك هير مثلا او اي حاجه، واقول له كنترول اس واقول له افتح لي الصفحه دي. اه قال لي كليك هير، يروح جايب لي رساله بتقول لي هلو ورلد. فانا قدرت ان انا ادخل الجافا سكريبت في الزرار بتاعي.